هو هناك قارب اخر لقد ظهر. هيا يا ديريك، هيا ركز عليه، سدد عليه. لم اصيب، لقد غير هو اصبتوا. جي جي السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبات جي تي اي 4. بالنسبة لبرني لقد اتصل بي لكنني لم اجيبه مبكرا، لذلك قطع الاتصال. سنذهب الان عند ديريك لكي نقوم بالمهمة الاخرى خاصة به. دائما ديريك يا شباب تتغير مهمته من مكان لاخر، هذا صراحة شيء غريب جدا وعجيب. ها قد وصلنا. واو المكان فهو بعير يا اصدقاء، لا يستطيع صاحب التاكسي ان ياخذني، لا، لذلك سنقوم بالذهاب على رجلينا. اوه هو موجود اعتقد هنا قرب ذلك النهر. حسنا هيا لكي ننطلق يا شباب. بي بي 60. ها هو جاء ديريك. جيد، شكرا شكرا يا صديقي ديريك، هيا لكي ننطلق. سكوالو جو تو كيمز بوت، يجب علينا الذهاب الان الى قارب كيم، هيا لكي ننطلق. ها قد وصلنا عند قارب كيم. جيد جيد، هل هذا صديق ام عدو؟ اعتقد بأننا صديق. ماذا سنفعل الان؟ You Parks boy. Yes, I Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Follow Kim. جيد، لقد ذهب كيم، الان سنقوم باللحاق به. من الممكن اننا سنلحق به فقط لكي نؤمن له المساعدة. هذا صراحة ما اعتقده لكنني لست متأكد كثيرا. لقد جاءوا. نعم كما قلت لكم يا شباب، يجب علينا تأمين المساعدة لكيم. عندنا قاربين الآن وليس قارب واحد، علينا تدمير الآن. ثلاثة قوارب. جيد، القارب الأول تم تدميره بنجاح. سأركز على القارب على اليسار، أنت ركز على القارب على اليمين يا ديريك. جيد، قارب على اليسار تم تدميره، قارب على اليمين أين هو؟ آه قام ديريك بتدميره. جيد جيد، هنا قارب آخر لقد ظهر، هيا يا ديريك، هيا ركز عليه، سدد عليه. أحسنت أحسنت، هنا قارب آخر في الأمام، لا تقلقوا يا شباب، سأقوم بتدميره. علي فقط ركيز قليلا، ركز ركز ركز. جيد جيد، دمرناه. هناك طائرة. لا يا شباب، لقد أحضروا طائرة الهليكوبتر. هل عندهم الأسلحة وسط تلك الطائرة؟ إذا كانت عندهم الأسلحة أو كانت عندهم روكيت لانشر سيكون الأمر صعب كثيرا. F to stand to check off the bush. أوكي أوكي أوكي، يجب علي الضغط على F الآن. جيد، لقد أعطاني روكيت لانشر. أوكي أوكي، يجب علي حفظ اتجاهها. بوم، لم أصيبها، لقد غير. أصبتها. جي جي، يا سلام، رغم أن اتجاه الروكيت لانشر تغير لكننا استطعنا إصابتها. الأمر جميل، هيا كيم هيا أسرع. هل رأيتم يا شباب منحنى الروكيت لانشر؟ لقد ذهبت كأنها ذاهبة لليسار، بعدها قامت بتغيير الاتجاه فأصابت الهليكوبتر، شيء رهيب جدا. أعتقد بأن طريقة تسديد روكيت لانشر في لعبة جي تي اي 4 فهي مخالفة كثيرا عن لعبة جي تي اي 5. أعتقد بأننا دمرنا الأعداء بسرعة البرق يا شباب. جميل، وصلنا، الأصدقاء ينتظروننا هنا. جيد، العفو يا ديريك. هاندل ويد اكستريم كير. واو، من الممكن ان تلك الصناديق فيها شيء خطير، قنابل او اسلحه، لذلك يا شباب حاول اولئك العصابات الهجوم علينا لكي يسرقوا منا الاسلحه، لكن الحمد لله استطعنا الهروب واستطعنا حمايه القارب بدون اي مشاكل. شكرا لك يا ديريك. حصلت على 7000 دولار وقمنا بالمهمة بنجاح، الأمر صراحة فهو مميز جدا. حسنا هيا لكي ننطلق الآن، إلى أين سنذهب؟ نذهب عند غامبيتشي. ماذا يوجد هنا؟ جاراج. أوه عندنا هنا جاراج يا أصدقاء، انتظروا، سنقوم أولا بالذهاب لذلك الجاراج فقط لكي أقوم باكتشافه وأرى وأكتشف هل في إمكاني مثلا وضع سيارات هناك. إذا قمت بسرقتها سأسرق سيارة هذا الشخص. أوه هذه المرأة. أو بيرني يتصل بي، انتظروا نرى ماذا يريد. بيرني هو الشخص المثالي جنسيا. What's up Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well he doesn't know I'm giving you this but he gave two bees
though it's technically from him. What is it? This car. Enjoy! I only power walk or take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. نعم يا أصدقاء، لقد اتصل بي برني وقال لي بأنه سيقوم بإعطاء سيارة مميزة جدا، لكن انتظروا أولا أكتشف ما هو هذا الجراج. لم يفتح بعد، سيفتح الآن. غريب، لا أعلم لماذا لم يفتح، لكن عندنا هنا علامة خاصة به. هذا الباب فهو محطم لكن لا يوجد أي شيء وراءه. صراحة شيء عجيب جدا. هل أستطيع الدخول هنا؟ نعم أستطيع، لكن هذا الجراج لا يفتح. أعتقد يا شباب بأن هذا الجراج سنستعمله فقط مثلا في وضع شاحنات أو شيء من هذا القبيل، خاص بالمهام فقط. كنت أعتقد بأن هذا الجراج خاص بلكي أضع في سيارتي، لكن لا يا أصدقاء. سنذهب الآن إلى بيرني لكي نرى ونكتشف السيارة التي أعطاها لي. هيا لكي ننطلق. ها قد وصلنا للمكان. أين هي السيارة يا أصدقاء؟ واو، أعتقد بأن هذه السيارة ستكون مميزة جدا. نعم شوفوا معي السيارة. واو سيارة رائعة، أعتقد هذه هي سيارة الإنفيرنوس، وهذه هي أسرع سيارة موجودة في لعبة GTA 4 يا شباب. شو شكلها الهندسي، مميز جدا. هذه هي أسرع سيارة لحد الآن موجودة في لعبة GTA 4، لذلك بما أن بيرني أعطاها لنا فإن الأمر صراحة فهو مميز جدا. حسنا سأقوم بالذهاب إلى المنزل وسأقوم بوضعها هناك وأحتفظ بها لكي لا يسرقها مني أي أحد، بعدها سأعود لكم يا أصدقاء. لكن ونحن دائمون اسمعوا معي المحرك. هل سمعتم يا شباب المحرك؟ وكذلك سرعتها فهي خيالية جدا، وطريقة سياقتها مميزة. شش التفحيط يا أصدقاء، هل نستطيع التفحيط والدوران؟ ليتس جو بيبي ليتس جو، يا سلام عليك. صراحة هذه السيارة مميزة جدا، أعتقد بأنها أسرع سيارة في لعبة GTA 4. ها قد وصلت للمنزل الجديد. بالنسبة لهذا المنزل فهو جديد، تم فتحه لنا في المدينة الثالثة، لذلك سأضع السيارة هنا يا شباب. لن يستطيع أي أحد سرقتها مني، وسأدخل لكي أقوم بعمل سيف جيم، وكذلك لكي نرى المنزل كيف شكله. هو المنزل لا بأس به صراحة، المنزل فهو لا بأس به، رغم أنه ليس جيد جدا في الشكل لكن لا بأس به. شو الفوتوي هنا، هذه الأشياء المميزة. هنا أستطيع عمل سيف جيم، المهم على الأقل المنزل لا بأس به. بالنسبة لهذه السيارة سأتركها هنا، لن أخذها لأي مكان لكي لا يقوم أي أحد بسرقتها مني. الآن سنذهب عند فيلبيل. حسنا هيا لكي ننطلق. أوه فيلبيل موجود يا شباب في المرقص وسط ستريب كلوب. حسنا إذا ظهرت لقطات غير أخلاقية سأقوم بقطعها يا أصدقاء. هناك لقطة غير أخلاقية لقد قمت بقطعها يا شباب. حسنا سنرى ونكتشف الآن. أوه كانت هناك يا أصدقاء لقطات غير أخلاقية، لأنكم كما تعلمون الشيء الذي يوجد وسط المرقص فهو العري. I mean a friend. I don't understand. Whatever you say. He's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. Dabish. He's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! What? ماذا حل بهذا الشخص؟ خرج عندي وهو يصرخ. Said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Ah shit, it's 3 days early. Mano no mio, what am I gonna do? What's the problem? Nico. I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay. Come on, let's go. Let's go. لقد استدعانا البوس. إلى أين سنذهب؟ لا أعلم. كل هذا سنكتشفه إن شاء الله الآن. أوكي جيد. سنذهب الآن إلى الشاحنة الموجودة في كافكيس أفنيو، وعندما سنصل لها سأعود لكم يا أصدقاء. وصلنا للشاحنة. اصعد يا بيل اصعد. Drive to the boatyard on Charge Island. واو الطريق ستكون طويلة كثيرا يا شباب، لذلك سأذهب الآن. إذا حدث مثلا شيء ما خطير سأعود لكم، لكن إذا لم يحدث أي شيء نلتقي عند الشيك بوينت يا شباب. لقد وصلنا للمكان، لكنني سأقول لكم من الظاهر أن المهمة لن تكون سهلة،
لأنكم إذا لاحظتم معي هذا المكان فهو خطير جدا. عندنا هنا قوارب، عندنا هنا حاويات للسلع. دراشن دراج رانرز are using the boy trade. أوه لقد فهمت الآن، هؤلاء الأشخاص فإنهم يشتغلون مع الروسيين، يقومون هنا يا شباب بتبادل المخدرات أو بيعها أو تحويلها. أعتقد بأنهم يقومون بشحنها هنا. علينا الحذر، هذا الشخص عنده سلاح. Hey buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey amigo, let's make this easy. Okay, okay. Give the stuff to my boss. Get the roach. Don't worry. لقد حاولت الهروب لكنهم هجموا علي ببساطة. اوه من هذا الشخص؟ ذلك الشخص عدو؟ لا اعلم ماذا يجب علي نفعل. اعتقد بان يجب علي تدميرهم يا اصدقاء. حسنا انزل يا نيكو، حان وقت الحرب. اين الكلاب؟ رأيتهم. دونت وري. موت جي. موت يا كلب. جي مات. هيد شات بيبي. هو ايتشو هيا اظهر رأسك. واه ذلك الشخص لا يريد اظهار نفسه. هو الان سيموت. مات. من الممكن انني قتلته. اوه هناك شخص اخر اصابني. رأيتو موجود في السطح. مات. الان مات. جي رأيت شخص اخر. هناك شخص اخر الان. لا اعلم لكن يجب علي قتل اولا هذا. هناك شخص. نعم رأيته. مات. جي رأيت الشخص الثالث الموجود في السطح. هذا الشخص لم يموت بعد. كلب الان لقد مات. هناك شخص اخر في تلك المنطقة. رأيت شخص ما يتحرك هناك. رأيته. قد اصبته. نزل للارض. جين قتلته. ماذا حل بالشخص الموجود هنا؟ هل مات؟ لم يموت بعد. كلب لم يموت ولم يظهر وجهه، لذلك اعتقدت بانها مات. جيد عددهم فهو هائل. ذلك الشخص فهو بيل. كيف وصل بيل هناك بسرعه؟ الهيلت الخاصه بي لقد اقتربت من النزول يا بيل، لذلك انتظرني. ها هي هيلت. ممتاز اخذتها. على الاقل الان لن اموت. ان الاشرار هناك مزيد من الاشرار لكنني لم ارهم بعد. موجودون هنا في الضفة الأخرى. نعم رأيته. علي سرقة هذا القارب. هناك درع هنا، خذه يا نيكو. لقد أخذت الدرع، الآن علي سرقة هذا القارب والهروب. أسرع. خذ القارب. جيد هيا اسبقني، أنا قادم وراءك يا بيل. من الممكن أن يهجم علينا الأعداء وسط الماء، لذلك علينا الحذر. لكن إذا لم يهجم علينا أي أحد عندما سنصل للمكان سأعب. لا ها هم لقد جاءوا. جين علي قتل السائق الآن. قتلته. ممتاز قتلت السائق. بقي لدي هؤلاء الأشخاص فقط. The attackers have given up. Follow Bill. Okay. الأشخاص الذين هجموا علينا لقد استسلموا الآن. علي فقط اللحاق ببيل. أعتقد بأن هذه القوارب التي نسوقها الآن فهي محملة بالمخدرات. لذلك لقد حصلنا على المخدرات مجانا. سيعيد بيل البيع فيها على ما أعتقد، لكن المهم سيدفع لي العديد والعديد من المال لأنني ساعدته في هذه المهمة. أعتقد بأننا وصلنا للمكان. بيل يحاول الدوران هنا. نعم وصلنا. هي الواي بوينت. جيد. سأضع باخرتي هناك وسأنزل. مرحبا بك يا بيل. لقد أحضر فان لكي يقوم بتحميل المخدرات فيها. سيذهب الآن. حسنا مع السلامة يا بيل.
أعتقد لقد أنهينا المهمة. حصلنا على 7500 دولار، عدد لا بأس به من المال. وبهذا يا أصدقاء سنقوم الآن بذهاب هذه الدراجة النارية، لقد أعجبتني. حسنا سأقوم بذهاب للمنزل أعتقد لكي أقوم بعمل سيف جيم. وبهذا سأودعكم وسأقول لكم شكرا لكم على الدعم الرهيب. إذا عجبكم الفيديو الخاص بي اليوم وحلقة اليوم فلا تنسوا قوموا بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا الفيديو مع أصدقائكم. تحياتي لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.